اثنين، نيجي للرب. الرب قرأت لبعض الأخوة اللي خاض أو بحثوا في هذه القضايا، بقول الرب معناه، دققوا معي، معناه المالك، المالك والسيد، المالك والسيد. وشو بقول؟ دققوا معي شو بقول، لأنه بدنا نبدأ من هون برضو في تحديد معنى الرب برضو. المالك والسيد، وبقول إنه شذ صاحب المقاييس اللي هو ابن فارس، هذا من أئمة اللغة، وهذا كتاب المقاييس من الكتب الشهيرة، مقاييس معجم، ابن فارس. فبقول إنه ابن فارس شذ وخالف إجماع أهل اللغة. شو هم إجماع أهل اللغة؟ إنه الرب معناه المالك والسيد، المالك والسيد. والحقيقة إنه ما فيش شيء اسمه إجماع اللي بيقول إنه أجمع، ومش ابن فارس اللي شذ. اللي شذ هو اللي قال إنه معنى الرب هو المالك والسيد، وهذا غير صحيح. وكنت بدنا نوضح، لأنه هاي في ناس بانين عليها المسائل، بانين عليها أمور في العقائد. مش صحيح إنه معنى الرب. أصلا كلمة مالك إلها معنى، وكلمة صاحب إلها معنى، وكلمة سيد إلها معنى، وهدول مش واحد أصلا، لأنه فيش شيء اسمه ترادف في اللغة. وبالتالي الرب معنى آخر تماما. طب وشو علاقة الرب بالمالك والسيد؟ شو علاقة الآن الرب بالمالك والسيد؟ هذا موضوع ثاني. احنا بدنا معاني الكلمات، دققوا معي الآن، هذه قضايا مهمة. بدنا معاني الكلمات. تيجي تتسامح انت وتقول لي انه الرب معناها المالك، طب ما هي المالك بترجع لملكة، والرب بترجع لرببة او ربة اللي هو، وسيد لا سوادة بدها ترجع. طيب وين سوادة وين ملكة من رببة؟ تتقول انه هاي بتعني هاي، ونيجي نقول عن ابن فارس انه شذ. الامام هذا في اللغة. طب ولا ايش معنى الرب؟ بسيطة جدا، ما نحن بنعرف رب يرب، وهي غير عن ربا يربها. ربا يربو موضوعها ثاني، من ربا و، يعني راء وباء وواو، هذه راء وباء وباء، ربا باء او ربا، هذول تنتين، مع انه في علاقة قوية بينهن. الكت الربا بيرجع لربا و، الربا اللي بيزيد هيك، والربوة هيك المرتفعة، الجبل الصغير المرتفع، الربوة من ربوة، والربا من ربوة، تمام؟ وإنما الرب من ربب، وما لا علاقة لا بملكة ولا بسودة، تمام؟ وببساطة شو هو رب يا رب؟ رب يا رب، أيوة. لاحظوا في التربية إحنا شو بنعمل، الابن كيف من ربيه، أو الطالب كيف من ربي الطالب، رب يا رب، نحول من حال لحال صعودا نحو الكمال، كمال البشري قد ما بنقدر. طب إحنا من نربيه إيش؟ تربية جسدية ولا تربية عقلية ولا تربية نفسية؟ كل هذا تنشئة الإنسان من حال إلى حال صعودا، طبعا من حال لحال، ترقي من حال لحال في طريق الكمال. هذه التربية، واللي مأخوذة رب يا رب. إذا لما رب هو الشيء، شو معنى رب الشيء؟ يعني نمّاه وحوله من حال لحال صعودا نحو الكمال الممكن.
في أي باب في سواء في الجسد، في العلم، في النفس، قضية النفس إلى آخره. رب يا رب، تمام. وممكن يربي فرسه، يربي فرسه وينميها ويعلمها كيف تقفز وكيف تستجيب وكيف كذا. إذا عملية اللحظة، إذا عملية الإصلاح، إصلاح الشيء، عملية دققها، عملية تدبير الأمور الشيء، عملية الإنعام على الشيء، الإنعام عليه من أجل إنه طيب، سياسته، سياسة الشيء، كل هذا بيرجع لربه. واللي مؤخذت منه التربية. بتقولوا لي طب التربية ما هي فيها تنمية زي ربوة اللي بيزيد هناك بيزيد. ها قلت لكم في علاقة قوية بين اثنين، لكن ربوة احنا مش في فيها، احنا في ربة. اذا شو يعني انه الرب هو المالك؟ شو الرب هو السيد؟ اذا الرب من هو؟ لذلك ابن فارس قال من ضمن وهو يفسر يعني الخالق، وهذه الجريمة اللي وقع فيها ابن فارس، قال وشذ. طب ليش هو الخالق؟ ليش هو الخلق في حد ذاته؟ فيش فيه تربية؟ خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، هذه شو اسمها التربية هاي؟ هذه خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، هذا التصاعد في الخلق، شو اسمه هذا؟ ما هي تربية. طيب والله بربي فقط، هو فقط خلقنا من العدم وأوجدنا، ولا كمان يخلق ويخلق، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، بشك. فالخلق على فكرة مستمر كمان في ويخلق الله في الأرحام ما يشاء، وتفاصيل طويلة. فمش صحيح. إذا لما يكون الرب يعني فيه من ضمن معاني الخلق، لأن الخلق فيه تربية، تربية وتنمية، فيه تنمية صح، معناته ابن فارس لما قال خلق ما مش صحيح. لكن قول اللي قال أنه مالك وسيد كله غلط. ولكن دققوا معي، ولكن هذا بسموه ايش؟ من اللوازم والآثار. لأنه غالبا الذي يربي هو المالك، غالبا الذي يربي هو السيد. فهمتوا منين اجت العلاقة؟ هذا مش معنى الكلمة، هذا بسموها من لوازم وآثار، مش من المصاديق. كمان مرة، هذا مش من مصاديق رب يا رب. شو يعني المصاديق؟ يعني بالضبط اللي هو بنتمي الى المعنى، تحت المعنى بالضبط. وفي اشي اسمه لوازم. شو يعني لوازم؟ وآثار. زي ما قلنا، مين غالبا يا ربي؟ ولذلك صار يقولوا رب البيت ويقصدوا صاحبه، رب البيت ويقصدوا صاحبه، تمام، صاحب البيت. ولما قال له ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن، هنا ما بيقدر يقولوا انه هون قصد فيها ارجع الى سيدك الملك. هو اكيد ارجع الى سيدك الملك، بس ليش قيل انه سيد الملك ربه؟ ليش ما قال له ارجع للملك، ارجع لسيدك، ارجع لمالكك؟ قال له ارجع لربك. مشان احنا نفسر ندرك انه هذا اللي عاش في ظل الملك، هل الملك له دور فيه؟ هل زي الجنود اليوم، الجنود كن قال لك سلاح الجو الملكي يعني ما هو مين علمهم ودربهم وكذا لاخره، ورباهم يصيروا جنود ورباهم يصيروا كذا. ومش اذا لانه هو اذا حتى لما بدنا نفسر مشان نفهم ليش هون جت قضية قال له ارجع الى ربك، يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا. طب ليش هو ربه؟ مش قال فيسقي سيده، فيسقي الملك، لانه الملك فيها معنى الملك، والسيد برضو السيادة. لكن قال له ربك، معناته هذا عايش في ظل الملك من وين انت؟ هل هو من الغلمان اللي تربوا في قصور الملك وتنشأوا وتدربوا ودربوهم وكذا وكله وربوهم فقال له ربك؟
فهمتوا؟ فإذا هي المسألة، لأنه هذا من، لأنه في هذا يغلب أن يكون المالك والسيد هو المربي، صاروا يقولوا يتسامحوا إنه تسامح هذا في إعطاء المعنى. بس لما بدنا ندخل الآن في القضايا الحساسة مشان نفهم كلام الله، لا بدنا نرجع للمعاني الأصلية. إيش بيعني؟ ما زي ما قلنا، الرب ترجع لربابة، المالك ترجع لمالكة، والسيد لسوادة. خلصنا، وكل واحد لها معنى، تمام؟ أما الرب، الرب فهذه الله الألهي، زي كيف فلان عليم، بس العليم الله، فلان قدير القدير الله، فلان سميع السميع الله، فلان رحيم الرحيم الله، فلان رب البيت رب الأسرة، مش هيك؟ الرب الله، الرب الله. طيب بس مش كل رب الله، بس إذا قيل الله فهو الرب. انتبهوا، مش ممكن عند بعض الأمم كان يقول لك الرب ويكون الرب بالنسبة له فرعون، يكون بالنسبة له فرعون، هذا مش رب حقيقي حتى تقول الرب. إنه ربي أحسن مثواي، ما كله ورد هذا في سورة إيش؟ يوسف. لاحظوا، إنه ربي أحسن مثواي، مش إنه سيدي، لا، ما هو متربي في بيته، متربي في ذوته، بجوز ما شعرش باسمه إشي سيدي، مربيه في البيت زي ولده، مش قال عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا؟ هذه الساعة مش قضية سيد، بده يتخذه ولد فبربيه، فقال إنه ربي أحسن مثواي. هذا إذا كان بقصد العزيز، إذا كان بقصد العزيز مش بقصد الخالق، هون 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 في هاي الآية قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. أنا أرى إنه مش المقصود السيد، مش مقصود عفوا العزيز، لا لا لا، المقصود الله، والمقصود الله أحسن مثواه. طيب هون إذن كلمة رب لا تعني الله، بس الله رب، رب، بل هو الرب، لأنه هو المربي الحقيقي، الخالق الرازق الواهب المربي. والتربية فيها تنشئة من حال إلى حال صعودا في اتجاه الكمال، إذا أمكن الكمال البشري، لما أقول الكمال حسب. طيب إذن هون هذه مسألة، هذه مسألة إذن كانت مهمة نوقف عند لفظة الله ولفظة إيه؟